أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا بكم في شرح جديد لمادة اللغة الإنجليزية. النهاردة هناخد زمن مهم جدا، وهو زمن Future Simple Tense، زمن المستقبل البسيط. وزمن المستقبل البسيط بيتكون من will أو shall زائد Infinitive المصدر، هو الـ Affirmative الإثبات، الـ Negative النفي، الـ question السؤال. will أو shall والمصدر في النفي، want أو shan't مصدر، والـ question will أو shall وفاعل زائد المصدر. ولو عندي الإجابة yes هتبقى yes وأجيب الفاعل will أو shall، no want أو shan't. أستخدم shall فقط مع I و we، يعني أنا عندي ضمير الفاعل I أو we، هقول I shall أو we shall بس، ما ينفعش أقول he shall، ما ينفعش أقول she shall، ما ينفعش أقول علي shall، لا I أو we فقط. أما will فاستخدمها مع كل الضمائر، يبقى I will، you will، she will، he will. I will come tomorrow، أنا هاجي بكرة، سوف أأتي غدا. I won't come tomorrow، أنا لن أأتي غدا. Will you come tomorrow، هل أنت ستأتي غدا؟ Yes I will، no I won't. I will travel next week، أنا سوف أسافر الأسبوع القادم. I won't travel next week، أنا لن أسافر الأسبوع القادم. When will you travel، متى سوف تسافر، أقول I will travel next week. طب شكل تاني للمستقبل، إن أنا بجيب am أو is أو are going to والمصدر، معناها سوف. am not أو isn't أو aren't going to والمصدر، معناها لن. am أو is أو are والسبجكت الفاعل going to المصدر، اللي هي هل، واجيب الفاعل سوف واجيب المصدر. I'm going to watch TV today، أنا سوف أشاهد التلفزيون اليوم. I'm not going to watch TV today، أنا لن أشاهد التلفزيون أو التلفاز اليوم. Are you going to watch TV، هل أنت ستشاهد التلفزيون؟ Yes I am، no I am not. My friend is going to study، صديقي سوف يذاكر. My friend isn't going to study، لن يذاكر، صديقي لن يذاكر. Is your friend going to study، هل صديقك سوف يسافر؟ Yes he is، نعم، no he isn't. طيب الكيوردز، الكلمات الدالة بقى على الزمن، أول ما أشوفها يبقى أنا كده بتكلم في زمن الفيوتشر. tomorrow غدا، next القادم، سواء day أو week أو month أو year اللي هو يوم أو شهر أو أسبوع أو سنة. soon قريبا، hope أو wish يأمل أو يتمنى. in the future في المستقبل، in 2050 في 2050، طبعا هنا في فترة زمنية في المستقبل. أستخدم زمن المستقبل بسيط will زائد infinitive للتعبير عن فعل سوف يحدث في المستقبل، حاجة هتحصل. He will travel next week، هو سيسافر الأسبوع القادم. كمان هستخدمه للتعبير عن التنبؤ. I think، أعتقد. Ali will come soon، إن علي سيأتي قريبا، أنا بتوقع أو أتنبأ. كمان بستخدمه للتعبير عن قرار مفاجئ أو قرار سريع. I'm hungry، أنا جوعان. I will have a sandwich، أنا سأتناول ساندويتش. عند وجود دليل، لو في عندي بقى دليل واضح، بستخدم be اللي هي am و is و are going to زائد infinitive مصدر بدل من will. There are dark clouds، يعني يوجد سحب غامقة مظلمة، في سحب كتير، معناه ان ده دليل على ان الدنيا هتمطر. هنا معناها ان انا مش هينفع ان انا استخدم will، لان انا هنا اتوقع بدليل واضح، معناه ان انا اقول it's going to rain، انها سوف تمطر، مش هينفع اقول will، لان انا is going to معناه ان في قبليها دليل واضح، بتوقع بناء على دليل واضح. استخدم be going to infinitive او will infinitive للتعبير عن النية. انا لو في I have intention، عندي نية لحاجة معينة هعملها، هستخدم الاتنين عادي. I'm going to study، أنا سوف أذاكر English today. I will study English today، أنا سوف أسافر. Sorry،
I will study English today. أنا سوف أدرس أو أذاكر الإنجليزي اليوم. أنا طالما عندي الـ intention، intention يعني النية، أقدر أستخدم am going to أو will، الاتنين واحد. لا نستخدم زمن المستقبل البسيط بعد الروابط الزمنية مباشرة، وإنما نستخدم زمن المضارع البسيط. يعني after، بعد I finish university، بعد إنهاء الجامعة، I will have a job، أنا هيكون عندي وظيفة. When I go to Paris، عندما أذهب لباريس، I'm going to buy a new car، أنا سوف أشتري سيارة جديدة. الروابط الزمنية هنا زي after و when، بعديها لازم يجي جملة في زمن المضارع البسيط ثم جملة تانية في المستقبل. كمان ما بستخدمش المستقبل للتعبير عن الحقائق العلمية. If we boil water، لو احنا بنغلي المية، ايه اللي بيحصل؟ It turns into steam، انها تتحول الى بخار. على فكرة هنا دي if الحالة الصفرية، معناها ان انا دي علشان حقيقة انا مش هقدر اغير منها حاجة، لان المية لما بتوصل لدرجة الغليان طبيعي جدا، يبقى دي حقيقة علمية ثابتة، المية بتتحول لبخار. معناها ان انا ما ينفعش استخدم زمن مستقبل، فهقول it turns into steam، تتحول الى بخار، مش هينفع اقول will turn. كمان اقدر استخدم زمن المضارع المستمر اللي هي am is are زائد الفعل في ing للتعبير عن المستقبل، لما يكون الحدث مؤكد او ليه ترتيبات. My father has got a ticket، والدي معاه تذكرة، معناه ان هو he is traveling next week، هو هيسافر الاسبوع اللي جاي. سفره الاسبوع اللي جاي بناء على ترتيبات ان هو اشترى اوريدي التذكرة وحجز، وبناء عليه انا استخدمت مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل لان هناك ترتيبات مسبقة. My father has got a ticket، رتب وحجز وراح جاب التذكرة، يبقى ترتيبات قبل الفعل الاساسي. He is traveling next week.